أهلا بكم الوطن مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار بدايتها بأهم العناوين. عقب إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يدعو إلى اجتماع طارئ لبحث التداعيات. مجلس المفوضين يغير معادلة حساب نسبة الاشتراك في التصويت، وتأكيد بتطابق أعداد الفرز اليدوي مع الإلكتروني لصناديق الاقتراع. بوادر خلاف حول منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين والاتحاد الوطني يؤكد أنه استحقاق لن يتنازل عنه. رئيس الوزراء يعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم القاعدة خلال عمليات نوعية خارج الحدود. أهلا بكم، وهذه التفصيلات. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين تهنئة من ناظره اللبناني نجيب ميقاتي بمناسبة نجاح الانتخابات. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر فيه عن تهنئته للبنان أو تهنئة لبنان لحكومة وشعب للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية العراقية. وأعرب الكاظمي عن شكره وتقديره لمشاعر الشعب اللبناني الشقيق ومواقف حكومته، ووجه الدعوة إلى ميقاتي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة. هذا كما كشفت مصادر سياسية مطلعة يوم الاثنين أن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي دعا قيادات شيعية لعقد اجتماع من المرجح أن تنضم إليه قيادات سنية للتباحث بما أفرزته الانتخابات البرلمانية. وقالت المصادر أن المالكي دعا لاجتماع موسع سينعقد خلال الساعات المقبلة في منزله للتباحث في الاستحقاق الانتخابي والنتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضيات العليا الانتخابات. وأكدت المصادر أن الملكي لم يواجه الدعوة إلى التيار الصدري لحضور الاجتماع، مرجحة انضمام قيادات سنية لم يتم معرفة هويتها لغاية الآن. هذا وأنهت مفوضية الانتخابات مساء اليوم إعلان نتائج الكاملة لانتخابات مجلس النواب وبيانات الأرقام التي نشرتها المفوضية اليوم الاثنين. النتائج الأولية للانتخابات التي جرت أمس الأحد، وأظهرت بشكل مبدئي فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، فيما ما تزال النتائج النهائية والحاسمة للانتخابات في طور التدقيق. وفي إجراء غير متوقع كانت المفوضية قد أعلنت نتائج الانتخابات لعشرة محافظات فقط، وقد شملت النتائج المعلنة كل من ديالى والقادسية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل. هذا وقد تعرض موقع المفوضية الإلكتروني إلى خلل يمنع من دخول المستخدمين إليه والحصول على نتائج الانتخابات الأخيرة. أخوتي الكرام، المفوضية في هذه اللحظة قامت بعرض النتائج للمحافظات التي تسمعونها، محافظة ديالى ومحافظة القادسية ومحافظة المثنى ومحافظة ميسان ومحافظة واسط ومحافظة دهوك ومحافظة صلاح الدين ومحافظة كربلاء ومحافظة النجف ومحافظة أربيل، وهذه الآن موجودة في الأماكن التي حددتها المفوضية
وفي القاعات التي أعلنت عنها، والآن يتم متابعة ذلك عبر شاشات عرضها أيضا متوفرة في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وبإمكانكم متابعة النتائج لهذه المحافظات، وهي نتائج أولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل والعصا الذاكرة. أخوتي الكرام، كما تعلمون المفوضية الآن قطعت الإرسال، والصناديق التي حصل بها بعض المشاكل القليلة ستقوم بنقلها صباح يوم غد إلى المكتب الوطني. شكرا جزيلا سادتي الكرام. هذا وقد أكدت مفوضية الانتخابات أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41%، وأن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو 10 ملايين مصوت. وقد أضافت المفوضية في بيان بهذا الخصوص أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16، فيما كان عدد الشكاوى في التصويت العام 58 شكوى. وبحسب النسب المعلنة من قبل المفوضية فإن دهوك كانت الأكثر تصويتا، حيث بلغت نسبة المشاركة 54%، فيما جاءت بغداد الأقل تصويتا حيث بلغت نسبة المشاركة في الرصافة 31% وفي الكرخ 34%. من جهته، فنادى رئيس مجلس المفوضين الأسبق بمفوضية الانتخابات عادل اللامي الاثنين نسبة المفوضية الخاصة بالنتائج الأولية للاقتراع العام. وقال اللامي إن المفوضية أعلنت عن نسبة المشاركة كالتالي: عدد المصوتين مقسما على عدد الناخبين في سجل المفوضية، الأمر الذي بيّن أن نسبة المشاركة هي 41%. وقد أضاف أن الصحيح هو تقسيم مجموع الناخبين المؤهلين على عدد المصوتين، وفي هذه الحالة تكون نسبة المشاركة 34% فقط من مجموع الناخبين المؤهلين. هذا وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني بنسبة 100%. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أن ذلك تم في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية. هذا وقد سبق إعلان نتائج الانتخابات إجراءات أمنية بينها إغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بشكل جزئي. وأوضح المصدر أنه تم إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد وحصر الدخول إليها بحاملي الباجات الخاصة بدخول المنطقة فقط، مضيفا إن إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين سيكون بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. هذا وقد أكدت مفوضية الانتخابات أن مجلس المفوضين هو الجهة الحصرية التي لها الحق في البت بالشكاوى المقدمة بشأن الاقتراعين العام والخاص. وقال بيان للمفوضية أن عدد شكاوى الاقتراعين الخاص والعام بلغت 74، وأنه سيتم فرض عقوبات مالية وانضباطية في حال تعلقت الشكاوى بأحد موظفي الاقتراع. وسبق ذلك التأكيدات من المفوضية بعدم وجود مخالفات انتخابية حمراء تطيح بأي من المراكز أو المحطات الانتخابية. هذا في كردستان، إذ أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل الاثنين رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، فيما قرر تقديم شكاوى لمفوضية الانتخابات. وذكر الحزب في بيان أنه مكتب
في بيان له في مكتب الاتحاد الوطني يمتلك أدلة أن 4 من مرشحيه فازوا في الانتخابات ولكن تم التلاعب بنتائجهم. وقد أضاف: نحن في الاتحاد الوطني نرفض كامل العملية الانتخابية في أربيل وننتظر نتائج الشكاوى التي قدمناها للمفوضية. قد أشار البيان إلى أن الاتحاد لديه أدلة أيضا أن دوائر 4 و3 كان التزوير فيها واضحا. من جهة أخرى، سجلت نتائج الانتخابات في محافظة توك صدمة ومفاجأة للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد خسرانه أكثر من مقعدين وحصول الجيل الجديد على مقعد في المحافظة. هذا وقد أظهرت النتائج الأولية في محافظة توك حصول الجيل الجديد على مقعد في المحافظة، إضافة إلى خسارة الحزب الديمقراطي مقعدين في دهوك لأول مرة بعد أن كان يستحوذ في الانتخابات السابقة على 10 مقاعد من أصل 11 مقعدا. هذا من جهته علق حراك الجيل أو رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد الاثنين على تفوق حزبه بالحصول على أعلى الأصوات في السليمانية بعد إعلان نتائج شبه النهائية للانتخابات. وقال عبد الواحد في تدوينه أن الجيل الجديد حصل 9 مقاعد بحسب النتائج الأولية، وعلى المركز الأول في السليمانية من حيث الأصوات والمركز الثاني في أربيل. وقد أضاف: تصاعدت أصوات الجيل الجديد 3 مرات أكثر من الانتخابات السابقة، مؤكدا أن هذا الحراك يعمل بهدوء سياسي ومواقف ثابتة ولم يتنازل عن مبادئه. أقرت حركة التغيير الكردية اليوم الاثنين بإخفاقها في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت أمس، وفيما عبرت عن اعتذارها لأنصارها إذ أكدت أنها تتحمل المسؤولية عن ذلك. وجاءت في بيان للحركة أن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي أظهرت أن مرشحي حركة التغيير لم يحصلوا على الأصوات اللازمة. وقد أكدت الحركة أنها بحاجة إلى التغيير من مراجعة الذات بشكل جذري للحركة وسياستها، لأن الناخبين اتخذوا موقفا قاطعا أغلبهم الانتخابات كما فعل أغلب المواطنين. وقد أشار البيان إلى أن هذا الواقع المرير بحاجة إلى اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية، معربة عن استعدادها لتحمل المسؤولية وإجراء التغييرات الجذرية في أقرب وقت ممكن. هذا كما كان للانتخابات تداعيات خطيرة في الشارع العراقي تزامنت مع انتهاء الانتخابات والبدء بتسريب النتائج الأولية للدوائر الانتخابية، حيث شهدت الكثير من المحافظات احتفالات لأنصار المرشحين الفائزين تخللها إطلاقا كثيفا للنار، ما تسبب بسقوط ضحايا ونزاعات عشائرية. وقد حدث ذلك في محافظات عدة بينها البصرة وميسان ونينوى والأنبار. وسياسيا، كشف عضو اللجنة القانونية السابق ريبوار هادي الاثنين عن خطوات إعلان الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل. وقال هادي إن إعلان نتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها أولى الخطوات بتشكيل الكتلة الأكبر وبدء الحراك السياسي. وقد أضاف أن بعد انتهاء هذه الإجراءات نبدأ بالمدة الدستورية لتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. وإذ بيّن هادي أن الوضع السياسي لا يزال مبهما لأن النتائج الانتخابية لم تظهر بعد ذلك ولا يوجد أن تتصور بشأن المرحلة المقبلة.
وفي الشأن الاقتصادي، حيث أن أكد الاتحاد الوطني الكردستاني على مقاعد جيدة تؤيد بقاء رئاسة الجمهورية له، والتي هي من استحقاقه وفق الاتفاقات سابقة مع الحزب الديمقراطي. وقد أضاف أن رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الإقليم بين البرت واليكتي، وهذا الاتفاق لن يتغير حتى الآن، مشيرا إلى أن مرشحنا ما زال هو برهم صالح لولاية ثانية. وفي الشأن الاقتصادي، إذ أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي في العراق، متوقعا تحسن معدل الدين للنتائج المحلي الإجمالي. وقال البنك في تقرير له أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق نما في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 0.9% على أساس سنوي سنويا، ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 21% في النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وذلك بسبب الأداء القوي في قطاعات الخدمات، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع النفط بانخفاض بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2021، حيث تكيف العراق مع حصته في أوبك بلاس في وقت مبكر من العام. هذا وأكدت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين أن الخطة الخمسية ستنفذ بجميع مدياتها لتغيير واقع الطاقة وتحسين الخدمة في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن الخطة الخمسية أعدتها وزارة الكهرباء بثلاث مدايات بغية تحسين واقع الكهرباء والطاقة في العراق، مبينا أن هذه الخطة تتكون من مدايات طويلة ومتوسطة وقصيرة ستعمل على تنفيذها قريبا. وأوضح أن الخطة الخمسية متوسطة المدى تم البدء بها، ستشمل جميع المحافظات العراقية التي تعمل على تحسين التيار الكهربائي في البلاد مع حلول صيف 2022. وفي الملف الأمني، إذ أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الإطاحة بمشرف المالي لداعش خارج العراق. وقال الكاظمي في تغريدة له أنه في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصلية أو الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، ذلك القبض على المدعو سامي جاسم مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي. وختم الكاظمي تغريدته بالقول: بركة سواعد الأوفياء عاش العراق. هذا وقد كشفت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الإطاحة بنائب الإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي. وأكدت الخلية في بيان أن اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابي المدعو سامي جاسم محمد جعطة العجور أو العجوز الجبوري الملقب بأبو آسيا وأبو عبد القادر الزبيدي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني وبعملية خاصة خارج الحدود. وقد أضاف
أضاف البيان أن المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دوليا، وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم الإرهابي ومقرب من زعيم التنظيم الحالي المجرم عبد الله قرادش. وميدانيا، إذ تصدت قوات الحشد الشعبي لتعرض شنه إرهابي لعصابات داعش في ديالى. وذكر بيان الإعلام الحشد أن قوة من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي تصدت لتعرض شنته فلول داعش الإرهابي شمال شرق قضاء المقدادية، مضيفا أن بقايا داعش الإرهابي هاجم إحدى النقاط التابعة للواء نداء في الحشد الشعبي في منطقة العالي قبل أن يتصدى لهم أبطال اللواء. وفي نينوى تمكنت القوات الأمنية من قتل أحد الإرهابيين قرب جبل شيخ إبراهيم في محافظة نينوى. وقالت قيادة عمليات نينوى في بيان أنه بناء على ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود ثلاث إرهابيين تم مشاهدتهم بواسطة الكاميرات، وتم على الفور تشكيل فرق أو فريق عمل نفذ عملية البحث عن الإرهابيين وتعقبهم وقتل أحدهم، فيما يجري البحث عن الاثنين الآخرين. هذا وأخيرا، إذ أعلنت أمانة بغداد الاثنين عن تنفيذها حملة لإزالة جميع اللوحات والدعايات الانتخابية عن شوارع وتقاطعات وساحات العاصمة. وذكر بيان للأمانة أن أمين بغداد المعمار علاء معن وجه الدوائر البلدية كافة بإزالة اللوحات والدعايات الانتخابية فور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 6 من مساء 10 من تشرين الأول للمحافظة على جمالية الشوارع والساحات العامة. وقد أضاف أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرص أمانة بغداد على الحفاظ على مشهد العاصمة الحضاري. هذا ختام للنشرة، وتذكير بأهم العناوين. عقب أعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، الإطار التنسيقي للقوى الشيعية يدعو إلى اجتماع طارئ لبحث التداعيات. مجلس المفوضين يغير معادلة حساب نسبة الاشتراك في التصويت، وتأكيد بتطابق أعداد الفرد اليدوي مع الإلكترون لصناديق الاقتراع. بوادر خلاف حول منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين والاتحاد الوطني يؤكد أنه استحقاق لن يتم هذا العام. وأخيرا، رئيس الوزراء يعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم القاعدة خلال عمليات نوعية خارج الحدود.
شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.